ومشاهدينا، موضوع تنمية الشباب على الشخصية القيادية هي من الأمور المهمة جدا واللي باتت الآن حديث كثير من المنظمات الشبابية، لكن مع ذلك هنالك دائما لبس في هذا الموضوع من ناحية المصطلح ومن ناحية أيضا السلوكيات القيادية. لذلك اخترنا أن نتحدث اليوم حول هذا الموضوع المهم جدا مع الأستاذ أنس يلمن، مدير الاتحاد العالمي الإسلامي للمنظمات الطلابية وأيضا السفير العالمي للشباب في الأمم المتحدة. منرحب فيك أستاذ أنس ويسعد صباحك. أهلا فيك، صباح الخير. أهلا بك. شكرا على قناة دار الإيمان على دعوتي. أهلا بك أستاذ أنس. يعني كما ذكرت هنالك لبس دائما في مصطلح القيادات الشبابية أو القيادة الشبابية، ولربما أيضا يدخل في مصطلحات أخرى، وباتت أصلا كل تدريبات القيادة الشبابية تدخل في مجالات أخرى، يعني تتداخل أحيانا مع التنمية البشرية أو مع مجالات أخرى وما إلى ذلك. لذلك لابد أن ننوه للمشاهدين ماذا يعني مصطلح القيادة الشبابية. القيادة الشبابية يعني بصورة عامة كما قلتي، الناس بيتخيلوا أن القيادة الشبابية هي مفهوم الزعامة اللي نعرفها، يعني نعم. الخطاب إلى الشعب ويعني مخاطبة الناس من مكان عالي، لكن هذا ليس هو التعريف الصحيح للقيادة الشبابية. نعم. طبعا عالميا هناك أكثر تقريبا من 150 تعريف للقيادة الشبابية أو القيادة بصورة عامة، يعني تحريك الناس نحو نعم. الهدف، القابلية على ذلك، تأثير على الناس. اللي أكثر التعاريف اللي أنا أحسها أنها تجلس مع الشباب هو التأثير. نعم. كيف أنا أثر عندما يكون لي هدف في الحياة، كيف أثر بهذا الهدف على الآخرين، لأن ما في إنسان يحقق الهدف وحده إلا بمساعدة الآخرين أو بالتعاون مع الآخرين. فالقيادة برأيي هي التأثير على الآخرين، لكن مع وجود ذلك الهدف. جميل. طيب أستاذ أنس، لربما كثير من الناس تعتقد أحيانا أنه القيادة الشبابية هي شخصية أو الشخصية القيادية هي شيء بالفطرة وليس من الممكن أن يكتسب. أنت من خلال خبرتك في هذا المجال وتدريبك في هذا المجال، هل يمكن أن تكتسب الشخصية القيادية من خلال التدريب؟ يعني في حال أتاك طالب أو شخص يعني ليس لديه أي مقومات القيادة، هل يمكن أن تنميه من الصفر بالفعل؟ طبعا هي هذه مش انا اللي حنجاوب عليها، يعني هذه ابحاث، لان هي القياده هي علم. جميل. يعني القياده علم مكتسب. يعني كل شيء في الحياه ممكن ان يكون لها يعني ان المخطط الرنيني. نعم. المعروف في الدراسات العلميه، وهو انه حالها حال القياده انها تكتسب وهناك ايضا بالفطره، لكن الدراسات العلميه تقول انه فقط 1% من الناس المولودون فطرة قياديين، و1% يفشلوا أن يكونوا قادة، يعني لا ينفع بهم الاكتساب. نعم. لكن يبقى لدينا 98% من الناس ممكن أن يكتسب ويبنى لهم هذه، ممكن يعني أن تكتسب في الشخصية القيادية. نعم. لهم. طيب جميل. طيب دعنا إذا نتحدث عن أهمية المراحل الطلابية، المراحل الصغر في المدرسة تحديدا في تنمية الشخصية القيادية. والله أنا بصورة عامة يعني لا أريد أن أكون منتقدا للتعليم. نعم. لكن نرى الواقع الآن في مجتمعاتنا أنه الشاب أو الطفل يولد ويدخل في دوامة أنا أسميها، الدوامة التي تسمى بالمدرسة. نعم. يدخل فيها ويخرج عمره في العشرينات، هذا إذا لم يبدأ في الماجستير وهو لم يفعل شيئا، يعني إذا في الدراسة. صحيح. وعندما تسأله ما هو هدفك في الحياة، ماذا سوف تعمل، يقول لك أنا طالب. كثير منهم يصلوا لمرحلة الجامعة وليس لديهم هدف، ليس لديهم هدف وعندهم حجة. نعم. أنهم أنا طالب أنتهي والله كريم بعدها. يعني المراحل الطلابية يعني بصورة عامة أريد أن أقول لك أنه القيادة هي ليست مرحلة من مراحل الحياة ينتقل إليها الإنسان. نعم. يجب أن يكون معه أثناء مراحله منذ الصغر. نعم. وهذا لا يعني أنه عندما لم يعني يبنى القيادة فيه وهو في الصغير لا يمكن أن يكتسبه في الكبر، لكن لإصلاح يعني لبناء هذا الهدف في المجتمع يجب أن يكون التعليم. صح، أنا لست ضد التعليم، لكن نعم. الشيء الموازي مع التعليم يجب أن نعم. يكون هناك شيء اسمه الهدف. الطالب
بحد ذاته يجب أن يضع هدف له في الحياة؟ نرى يعني أنا طبعا لا يعني أعمم، لكن معظم مجتمعاتنا تعاني من هذه. فتلاحظين في بعض الأحيان مثلا يخرج شخص طالب وتسلط عليه الأضواء أنه عمل طفرة في المجتمع، لكن هذا ما عمل طفرة، هذا مجرد فكر تفكير ثاني مع التعليم. نعم. فأنا هنا يعني خطابي للطلاب وللشباب بصورة عامة، اكتب هدفك. جميل. يعني لا تفكر بالهدف، لأن التفكير بالهدف ممكن يتغير، ممكن ينسى، لكن عندما نكتب الهدف على الورق ممكن أن نطور هذا الهدف. نعم. طبعا يعني كيف ستقود إذا لم يكن لديك هدف تتحرك لأجله؟ طب أستاذ أنس، هل تعتقد أنه المناهج التعليمية في كثير من المدارس خصوصا الحكومية في العالم لنقل أجهضت الشخصية القيادية؟ يعني هل هنالك طلاب بالفعل دخلوا ولديهم أهداف ولديهم اندفاع ولديهم إبداع وشخصية قيادية وأجهضت مع بعض المناهج التعليمية في بعض المدارس؟ أنا رأيي الشخصي جميع المناهج الدراسية يعني هي طريقة لإغلاق إمكانيات الشباب. صح، المناهج الدراسية مفيدة للتطوير، للتعلم، لكيفية القراءة والكتابة والعلوم المختلفة في الحياة، لكن المنهج الدراسي يجب أن لا يكون مانعاً للشخص، يجب أن لا يكون عليه زخماً كبيراً من التحضيرات الدراسية بحيث يغلق قابليته على التطرع إلى الأجواء. نعم. وعلى وسائل المعرفة الموجودة في أطرافه. صحيح. لكن هنا يلعب دور كبير، نحن لا نعارض مع التعليم طبعا، لكن أن يكون هناك الهدف المبني من قبل الطالب. نعم. يجب أن تلعب العائلة أيضا دور كبير في هذا. أكيد. يعني أنا أنصح الطلاب من الذين يريدون أن يدرسوا في الجامعة أن لا يسمعوا كلام العائلة، وهذا ليست يعني عصيان للعائلة. نعم. لكن أنا لا أعتقد أن العائلة سوف تكون ضد أي طالب أو طالبة. يقول الطالب يعني أنا عندي هدف، أنا عندي أهداف أريد أن أحققه، وعلى أساسه أريد أن أدرس هذا وذلك. العائلة سوف لن لكن العائلة إذا تراك أنت يعني ليس لديك أي هدف وليس لديك، تجبرك أقرأ الطب أو أقرأ الهندسة أو أقرأ فلان أو فلان. نعم. لكن إذا أنت عندك هذا الهدف وأنشأت فيه ودرست ما تهدف إليه، يعني يكون لك الدراسة أيضا ساندا لهدفك. نعم. هنا تبدأ ما نقول عنه القيادة. جميل. أستاذ أنس، لابد أن ننوه للمشاهدين أنه حضرتك تركي، وبالتالي المعلومات التي تقولها ليست خاصة فقط بالدول العربية، نحن نقول أو نعرض للمشاهدين لنقل شيء قواعد ثابتة في هذا المجال من مشاهدات عامة بأكثر من دولة وليست خاصة بدول معينة. طبعا. أستاذ أنس، يعني تحدثنا بداية إذن عن المناهج التعليمية لربما والأسلوب التعليم الموجود في كثير المدارس والذي يسبب إجهاض الشخصية القيادية. أيضا دعنا نتحدث عن أسباب أخرى تجعل الإنسان أو الشاب لا يتربى على شخصية قيادية، وطبعا لاحقا يعني سنتحدث عن الجانب الإيجابي كيف نستطيع تنمية القيادة لدى الشباب. الناحية السلبية أنه مثل ما قلنا بعد الهدف يجب أن يبنى له. يعني الشخصية القيادية حتى تبنى يحتاج إلى مراحل. نعم. أولها قلنا الهدف، لكن التحرك نحو هذا الهدف كيف سيكون؟ أنا لا أستطيع أن أجلس في مكاني وأقول أنا قائد. نعم. لا، يجب أن أؤمن بهذه الفكرة. يجب بعدها يجب أن أبدأ بالتحاور مع الآخرين، كيف أنا ممكن أن أوصل هذه الفكرة إلى الآخرين. صحيح. وهذه مشكلة كبيرة عندنا في مجتمعاتنا بصورة عامة طبعا. أنا أرجع وأقول ليس العربية فقط، المجتمعات العامة، أنه الطالب أو الشاب يكون مقيد، ليس له القابلية على التحاور مع الآخرين. نعم. وإذا تحاور تبدأ عليه الانتقادات وتبدأ عليه، لأن فكرة الجمع التحرك بيد واحدة نحو شيء معين
عندنا هذه من السلبيات التي تعاني فيها مجتمعاتنا. إذن تقصد أنه يعني تقييد الشباب بصور نمطية معينة بأفكار معينة هذه أيضا تجهد الشخصية القيادية، لكن على صعيد آخر أليست الشخصية القيادية من المفترض أنه يعني هي التي تستطيع أن تتعامل مع هذه الصورة النمطية وأن تتمرد على الصورة النمطية، يعني هي هكذا هي الشخصية القيادية؟ هذا هو دور، هنا يأتي دورنا. نعم. كيف تدرب الشباب على أن يأخذوا الخطوات الأساسية حتى يتخلصوا من هذه الموانع التي تقف أمامهم، وهو أنك تعطي الثقة للشاب. جميل. أن الشاب لديه هذه الفرصة، تعطيه هذه الفرصة. نحن لماذا بدأنا من المناهج التدريسية؟ يعني مثلا العمل الطلابي. نعم. في المناهج الدراسية، في الدراسة الطلابية، إذا وهبت، إذا سمحت، وإذا كثرت هذه الأعمال الطلابية، هذه سوف تكون أساس خروج الإنسان عن طبيعته وعن وحدته إلى الجماعة، إلى الأطراف الآخرين، وإلى التخاطب والوقوع في الخطأ في الأكثر من مرة. أنا دائما أقول له الإنسان هو إما يتعلم وإما يعني إما ينجح وإما يتعلم. فهنا نحن نريد أن نعلم. نعم. فكيف نبدأ بهذا التعلم؟ هو التعلم بنفسه. يجب أن يبدأ بدراسة ما يهدف إليه ويمارس. يعني الممارسة يجب أن تكون بصورة مستمرة. نعم. لهذا أنا قلت نكتب هذا الهدف، يعني يجب أن يمارس ما يهدف إليه بطريقة معينة في كل يوم، ويجب أن يتوافر في وسط. الوسط هذا الذي نقول عليه الوسط، أنا أقول له مثل أكسجين الروح. عندما لا يتواجد هذا الوسط الذي يدفعك نحو نعم البيئة طبعا. نعم. التي تدفعك نحو هذا يعني التي تمنعك من اليأس، تعتبر هذه قوة دافعة كبيرة. وفي حال لم توجد لم توجد هذه البيئة، ماذا يفعل الشاب؟ أنا أقول دائما إذا لم تجد الوسط المناسب التي لا تدفعك للوصول إلى أهدافك، لا تمشي بعيدا عنها، بل أهرب من هذا الوسط. الوسط ممكن أنت أن تصنعه بنفسك. جميل. ليس صعبا. أنا عندي هدف، أجلس أتحدث مع شخص ثاني، أقول له عندي هذا وأريد أن أحقق هذا، نحن بأنفسنا نكون هذا الوسط. نعم. يعني هذا الشاب الذي يخرج بين فترة وضحاها، يعني يعني في فترات قليلة جدا يبرز شخص ويكون مثلا لديه القابلية. الشباب بطبيعتهم ممكن أن يكتسبوا هذه القابليات كلهم، فأنا لماذا نحن لا ندفع كل هذه الشباب للظهور بهذا الشكل؟ والسبب هو هذا الوسط. نعم. التي طيب مسألة مهمة ذكرتها، مسألة يعني أهمية تحديد الهدف. أيضا على صعيد آخر، تحديد الإنسان بهدف واحد بحياته يعني دون وجود مرونة في تغيير هذا الهدف، أيضا يمكن أن يجهض أحلام الإنسان ويجهض اندفاعه ويجهض شخصيته القيادية، لأنه في حال لم يتحقق هذا الهدف يمكن الإنسان أن يصاب بيأس كبير، وحدث ذلك مع كثير من الشباب. تحديد الإنسان ضمن أهداف معينة وخيارات معينة، يعني خيارين مثلا لا ثالث لهما، مدى تأثير السلبي على الشباب؟ أولا يعني تحديد هدف وعدم الوصول إليه والفشل. نعم. هذا لا يعني خيبة أمل كما قلت قبل قليل، هذا تعلم. لكن الجلوس بتأني ووضع هدف كبير، يجب أن لا يكون هدفا قصيرا بحيث نفشل الوصول إليه. نعم. يكون هدف ذو يعني ما هو سبب الوصول إلى الهدف؟ هو لأجل أن يسعد الإنسان، يعني هو الهدف الوحيد من تحقيق الهدف هو العيش لذلك الهدف. جميل. طيب إذا حددنا هدف كبير في حياتنا، تبدأ هناك أهداف مرحلية للوصول إلى الهدف الكبير. هذه الأهداف المرحلية طبعا يكون فيها الفشل، يكون. نعم. فيها التأخر، يكون فيها كما قلت اليأس. نعم. لكن هذا لا يعني أن هناك هدف كبير لا يمكن الوصول إليه مع سقوط هذه الأهداف. جميل. الصغيرة هذه تؤخذ كأدوات أولية للتعلم والصعود عليها لتحقيق المرحلة الهدفية القادمة. نعم. للوصول إلى الهدف. يعني ربما أستاذ أنس هذا الموضوع كبير جدا، ونحن سنتحدث باستفاضة أكثر عن وسائل وخطوات تنمية الشخصية القيادية. نعم. لدى الشباب، لكن إن شاء الله في لقاء قادم سيكون الأسبوع طبعا القادم. هذا نعم. هذه تمهيد للقيادة. نعم. هذا كبناء أساس. نعم. يعني أكرر أن الإنسان
الشاب يجب أن يكون متعلما، نعم، يجب أن يكون له هدف، يجب أن يتحرك لهذا الهدف لكي يكون مهيئا لكي يكون قائدا، سوف نتحدث عنه إن شاء الله. إذا أستاذ أنس يلمن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة المثرية في صباح الإيمان، وأكيد يسعد صباحك دائما وأبدا.